يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش البناء البنان ولا اليد. فتلك أن صحيته كان لقيته السيف ما بطيش من يده ولا برعد من قوته، وهو ابن 75 سنة. تؤخذ فوائد كثيرة، من أبرزها الشجاعة مع الإخلاص، لأنه في ناس شجعان لكن شغل شجاعة بس، لكن مع الإخلاص. ومن الفوائد كثرة الإنفاق والزهد في المال، أن يزهد في هذه الدنيا وأن يقدم للدار الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. ده من أقرب الناس لي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما تستعين بأموات ولا بغائبين ولا بحجبات ولا بتمائم ولا كمون، خلى عقيدتك في الله. صحيح، من العشرة المبشرين بالجنة أبو عبد الله الزبير ابن العوام رضي الله عنه، صحابي جليل، وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترسله مع حمزة وهو في الصغر، ترسله إلى الخلاء وإلى الأودية وإلى الغابات مع خاله حمزة رضي الله عنه. فلما قيل لها في ذلك قالت: أعلمه الشجاعة ليقاتل يوما من الدهر. فكان شجاعا رضي الله عنه. طيب، الزبير ابن العوام صفته، قال ابن الجوزي رحمه الله: كان أبيض طويلا، طويل. قال: ويقال لم يكن بالطويل ولا بالقصير. الصحيح أنه كان طويلا، حتى قال بعض أهل السير: كان إذا ركب الفرس تجر قدماه بالأرض، وجاءت الملائكة يوم بدر في صورة الزبير، من رؤي من الملائكة جاء في صورة الزبير كما قال بعض أهل السير. قال ابن الجوزي: إلى الخفة، يعني إلى الخفة، قال: ما هو في اللحم، لم يكن سمينا وإنما كان خفيفا رضي الله عنه، كان قويا. قال: ويقال كان أسمر اللون. صحيح، كان أبيض اللون. أشعر، يعني كثير الشعر رضي الله عنه، خفيف العارضين، خفيف العارضين. طيب، أولاده رضي الله عنه، ذكر له ابن الجوزي رحمه الله 20 ولدا من بين ابن إلى بنت. كان له من الولد عبد الله، عبد الله بن الزبير قتله الحجاج، وعروة، عروة من الفقهاء السبعة في المدينة، من أفقه أهل المدينة، والمنذر، وعاصم. عاصم لما قتل الزبير وذهب قاتله إلى الشام وأمسكه عاصم، وقال بعضهم أمسكه مصعب، فأرسل إلى عبد الله: هل نقتص منه؟ قال: لا، مثل الزبير لا يقتص من هذا، من مثل الزبير. الزبير دعوه لله تعالى، قال له: أن قتله في الزبير، خلي لي قدام ده بس. ابن جرمز قتله وذهب إلى علي رضي الله عنه واستأذن عليه ليبشره، ظنا منه أن عليا يفرح بموت الزبير. صحابة ذي النفوس طيبة، مش يقول لك اقتتلوا، ده كلام باطل كونه يقول اقتتلوا في دنيا. الزبير ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: ما دخلت غزوة ولا معركة إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيها، يعني أنا ما شقاتل في سبيل الله وعارف ذا الكفار وبجايد المسلم. قال: فلما جاءت هذه لا أدري أهو خير أم شر، عشان كذا ترك
محل الفتنة وذهب إلى الغابة فنام. دي بتجينا في مقتله رضي الله عنه. من أبنائه المهاجر ومن بناته خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، ديل أولاد ديل الثمانية، ديل خمسة أولاد وثلاثة بنات، أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. لذلك لما جاءت أسماء ذات يوم إلى أبي بكر قالت إن الزبير رجل شديد يعني قوي، قال يا أسماء اصبري إن الزبير رجل صالح، أصبري عليه. قال لا إنه رجل صالح رضي الله عنهم جميعا. من أبنائه خالد وعمر وحبيبة وسودة، من أبنائه وبناته، وهند، ومن أبنائه وبناته مصعب وحمزة ورملة، ومنهم عبيدة وجعفر، ومنهم زينب، زينب أمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، ومن بناته خديجة الصغرى أمها الحلال بنت قيس، ديك أم خديجة الكبرى أمها أسماء ودي أمها الحلال بنت قيس. يعني متزوج كم؟ يعني كم مرأة؟ عدة نسوة. طيب من مناقبه رضي الله عنه الزبير ابن العوام، قال أبو الأسود أسلم الزبير ابن العوام وهو ابن ثماني سنين. في ناس قالوا غير كده، ابن الجوزي في بداية ترجمته قال أسلم الزبير قديما وهو ابن ثماني سنين، وقيل ابن ست عشرة سنة، فعذبه عمه بالدخان لكي يترك الإسلام فلم يفعل. طيب أسلم الزبير وهو ابن ثماني سنين، الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهاجر وهو ابن ثماني عشرة سنة، وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير، يعلقه في الحصير. شوف الصحابة ذي يبتلوا كيف، وشوف ثباتهم كيف. قال يعلق الزبير في حصير ويدخن أو يدخن عليه بالنار، يعني مولع النار لما تجيب الدخان وتجيه في الحصير فوق. وهو يقول، عمه بيقول له شنو؟ ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير لا أكفر أبدا. لا قال له محمد عذب كفر ما بتاني، الناس زي الرجال كيف، لا أكفر أبدا، اربط فوق في الحصير والنار تحت والدخان يجيه ويعذب، ويقول له ارجع عن الإسلام، فيقول لا أكفر أبدا. وديل الواحد يقع منه كتاب، من الناس نينا يقع كتاب، ولا زول يضغط في الشارع يسب دين الله سبحانه وتعالى، يكفر وقتي ودي رد عن الإسلام، وهؤلاء يعذبون ويثبتون على الدين رضي الله عنه. طيب من مناقبه عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال كان إسلام الزبير بعد إسلام أبي بكر كان رابعا أو خامسا. قبل صاح ذكر إسلامه عمره 8 سنوات، لكن قال لك أسلم نمرة 4 أو 5 من الناس الأسلم، هو وخديجة وعلي رضي الله عن الجميع. طيب من مناقبه رضي الله عنه ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بوصف عجيب جدا وقربه تقريبا عظيما. قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم الخندق ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ندب الناس فانتدب الزبير، جاء من أوائل الناس. قال ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، ده من أقرب الناس لي، وحواري الزبير.
الحواري الذي يناصر ويلازم، كما قال عيسى عليه السلام لقومه من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. طيب، من مناقبه رضي الله عنه عن نهيك قال: كان للزبير 1000 مملوك يؤدون الضريبة، يمشوا بيشتغلوا أو بيجيبوا له الضريبة المال، 1000 مملوك لا يدخل بيت ماله منها درهم ولا بوزع. 1000 مملوك ده لو أي واحد بيجيب له بس درهم، ما بالكم يأتون إليه بالضريبة. يقول: يتصدق بها، وفي رواية أخرى: فكان يقسمه كل ليلة هذا المال، ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء. ديل ناس دنيا يا جماعة، أصل ديل دي قروش، ما قروش غير يمشوا يكاتلوا فيها ولا سلطة ولا دنيا، قروش ذات بوزعوها. تجي تقول يا أخي قاتلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، ده كله والله من الكذب. وأنا والله يتعجب من كل من يتعاطف مع الذي يقول هذه المقولة الشنيعة السيئة السافلة، أتعجب من هؤلاء. ألا يفكر الواحد منهم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله أنا بس بفكر، بقول هسه أنا لو يوم القيامة لو أنا قلت المقولة دي وقعت في الصحابة وطعنت فيهم وقلت لنا الدنيا وكاتلوا عشان الدنيا، كذب ضد القرآن، كذب ضد خبر القرآن، خلاف القرآن تماما. الآن القرآن الله قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الناس ديل ما بفكر يوم القيامة، الزول بيقف قدام الصحابة ديل، هسه أنا أقف قدام ديل أقول لهم: اسمعوا أنتوا ناس دنيا كنتوا زمان قاتلتوا في الدنيا للصحابة، تقف قدام ديل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وعن جويرية قالت: باع الزبير دارا له ب600,000، فقيل له: يا أبا عبد الله غبنت، غبنت يعني كان تبيع البيت ده بأكثر. قال: كلا والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله. 600,000. قال: وعن علي بن زيد قال: أخبرني من رأى الزبير وأن في صدره مثل العيون من الطعن والرمي، جسمه قال لك فيه زي العيون من الطعن والرمي. وعن قيس بن أبي حازم عن الزبير بن العوام قال: من استطاع منكم أن يكون له جنى من عمل صالح فليفعل. جنى هنا أو جني لها معنيان، المعنى الأول ما يؤخذ من الثمار بعد الحصاد، يعني تعمل لك عمل صالح بعدين تحصد أجره يوم القيامة، تحصد أجره يوم القيامة. والمعنى الثاني من الإخفاء، من الإخفاء أي أن يكون لك عمل صالح تخفيه عن الناس، يكون عندك تلاوة أو صلاة بالليل الناس ما بعرفوها أو كذا وكذا، فيكون لك عمل صالح. يؤخذ من سيرة طلحة رضي الله عنه ومن سيرة الزبير رضي الله عنهما تؤخذ فوائد كثيرة، من أبرزها الشجاعة مع الإخلاص، لأنه في ناس شجعان لكن شغل شجاعة بس، لكن مع الإخلاص. ومن الفوائد كثرة الإنفاق والزهد في المال، أن يزهد في هذه الدنيا وأن يقدم للدار الآخرة. طيب، ذكر ابن الجوزي رحمه الله مقتل الزبير
ابن العوام رضي الله عنه، قتل الزبير يوم الجمل وهو ابن 75، عمره 75 سنة، ويقال 60، ويقال 54، دي كلها أقوال في عمره. قتله ابن جرموز، ده رجل اسمه عمرو ابن جرموز، قتله، جاب السيف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له قتلته بهذا السيف، وده سيف الزبير. الزبير خرج ولم يقاتل علي رضي الله عنه، أو خرج من الفتنة وذهب إلى الغابة فوجد الشجر فصلى ثم اضطجع فنام، والموفق من عصمه الله من الفتن. فلما نام جاء عمرو بن جرموز فاستل سيفه وهو نائم لم يوقظه، فضربه بهذا السيف حتى قتله، فجاء بالسيف لعلي رضي الله عنه. فلما أخبر علي رضي الله عنه قال: زر استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلما أخبره بالسيف بكى علي رضي الله عنه، قال: طالما ذب به، وكم ذب به الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت زوجته عاتكة قالت أبياتا من الشعر، وأنا دار أنقولها من كتاب سير أعلام النبلاء، أبيات تعجب كل مسلم. عاتكة زوجته قالوا لي: عمرو بن جرموز قتل الزبير وهو نائم. فقالت ترثيه عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، قالت: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته. قالت له: كان تصحيه، انت بتقتل نايم ليه؟ كان تصحيه، دي زوجته. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش البناء البنان ولا اليد. قالت لك: ان صحيته كان لقيته السيف ما بطيش من يده ولا برعد من قوته، وهو ابن 75 سنة، والسيف قالت له ما بيرجف. ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه أو لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفرفدي، الفرددي قالت له كذي، وفي بعض النسخ الفرد فدي. قالت له: والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. قالت له: بتلقى العقوبة قدام. رضي الله عنه وأرضاه الزبير ابن العوام. قبل أن يقتل رضي الله عنه أوصى ولده عبد الله ابن الزبير بدين له، وقال كلمة تدل على توحيد هؤلاء الصحابة، دلها التوحيد وهل عقيدة صحيحة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وهنا ذكره ابن الجوزي مختصرا. قال عن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يوصيني دينه ويقول: إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. كان الدين عجزت عن تأدي الناس وكذا حقوق فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، ما فهمت كلامه، حتى قلت: يا أبا من مولاك؟ قال: الله. استعين عليه بالله، ذلك الإنسان يستعين بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. وفي القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان لا يستعين بغير الله كما يفعل هؤلاء عباد الموتى: يا شيخ فلان ويا شيخ علان والحقون وافزعون، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثاني، يعتمد على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما تستعين بأموات ولا بغائبين ولا بحجبات ولا بتمائم ولا كمون، خلى عقيدتك في الله صحيح. قال: ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه، قال فيقضيه. قال: وإنما دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، ادي له وديعة، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، بشيل منك دين، ما وديعة، لأنه لو أمانة وديعة ما أنا ما بتصرف فيه، لكن أنا أحيانا أحتاج أن أتصرف، فلذلك هو دين سلف. قال: فإني أخشى عليه الضيعة، يقول هكذا الزبير رضي الله عنه. قال: فحسب ما عليه من الدين، قال: فوجدته، لما حسبه عبد الله بن الزبير، قال: وجدته 2000 ومئتي ألف، يعني بلغتنا الآن هنا 2,200,000. قال: فقتل ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين فبعتهما، يعني وقضيت دينه. فقال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. فقلت: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين في الحج، الناس لا نبيه 4 سنوات، أي زول عنده حاجة على الزبير؟ ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. ذات ولد بار همه نجاة والدي والأخذ بوصيتي. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم، وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,000 و1,200,000، مع إنه المرأة عندها أولاد بتشيل التمن. قال: فجميع مالي 50,000 و1,200,000. انفرد بإخراج هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى.